أهلين وسهلين. يعني أخيراً جواد نفتح وراء فادي بركات القديمة. كيف عرفتوا عني؟ نحن جينا لهون لأنه عنا كتير أسئلة حول هالزلمة. أها. طلال؟ أنا طلال. و فارس الظاهر. ظاهر؟ عائلة الظاهر ما غيره؟ لا، هيك الموضوع صار فيه تشويق أكتر. رسالة؟ لك أي رسالة؟ وأنت مين قالك؟ وليه واثق أنه هالورقة معنا؟ وليه ما حدا خبرني؟ ما بعرف شو عرفني. ليش ما حدا بيخبرك؟ ليش أخوك ما بيخبرك؟ أنت سأل حالك أو روح سأله. لو أنا بيني وبين حالي عم أقول شو بفارس أخوك مبسوط باجتماع مجلس إدارة ذاك النهار؟ أتاري عم يتسلى فيني؟ يعني اللي فهمناه أنه أول رأس مال كبير لآدم كان من قبلك وضيعه فجأة، فعلياً نصب عليك. خبرتكم كل الخبرية لشو تضيع الوقت؟ أعطوني عنوانه وأنا بهتم بالباقي. ظاهر أنه زعجكم لكم كمان هالكلب. نحن ما بدنا يصير له شيء. ما وصلنا لك لهون كلمة تأذيه. رح رد لك الجميل ويوفي بدينه. شو عم تتسلوا فيي انتو؟ أنا إذا ما بحاسبه دفعه الثمن ما رح يهدى لي بال. أنا يلي بقرر شو أعمل فيه وكيف حاسبه للكلب. أستاذ حليم، نحن جينا لهون عارفين شو بدنا نعمل. إذا أنت بدك تتخطعنا وتعمل اللي براسك، النتيجة ما رح تكون منيحة، لا لمصلحتك ولا لمصلحتنا.